تمزق الغضروف الهلالي من أكثر الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون وتبعدهم عن الملاعب. وهنا في عيادة الدكتور زياد بلقاضي في مستشفى المواساة بالخبر يطمئن مراجعيه بالتطور الكبير الذي تشهده عملية إصلاح الغضروف الهلالي مع الإبقاء عليه مما يعني التعافي والعودة السريعة إلى الملاعب. الطب تقدم كثيراً في السنوات الأخيرة في مجال جراحة الغضاريف الهلالية. من سنوات كانت كل العمليات اللي بالمناظير على الغضاريف الهلالية تقتصر على الإزالة سواء جزئية ولا كاملة للغضاريف الهلالية. الحاجات الجديدة والإيجابية اللي صرنا في السنوات الأخيرة هذه نقوم بإصلاح للغضروف الهلالي للوقاية من الخشونة المبكرة ومن التآكل المبكر للركبة. الإصلاح هذا بيكون عملية تحت بالمنظار، يعني ما يكون فيها فتح أبداً للركبة، وتعتمد أساساً على أنواع مختلفة من الخياطة اللي احنا نعملها اليوم للغضاريف الهلالية. تجرى هذه العمليات بعد الفحص باستخدام الرنين المغناطيسي والتأكد من حالة الركبة في أحدث غرف الجراحة المتطورة والمجهزة بالتقنيات الطبية الحديثة لمساعدة الأطباء على إجراء العمليات باستخدام المناظير الدقيقة لإصلاح الغضروف وخياطته ودون اللجوء إلى العمليات المفتوحة للركبة كما كان يحدث في السابق. إصابات كما كنا نقول فيها أنواع اللي يصير فيها التهتك، التهتك ما ينفع الخياطة فيه، هذا بيشال في العملية. بس كلما كانت الحجم كبير ولا متسع في الغضروف الهلالي احنا بنعمل له خياطة بآلات حديثة ودقيقة تخص الموضوع هذا. عادة نطلب من المريض أنه ما يرتكز على الرجل في الثلاث الأسابيع الأولى، وبعدين يكون في بالطبع برنامج للعلاج الطبيعي بالنسبة للمريض هذا، وتأهيل للرجوع للرياضة حتى في مستوى الاحتراف. عادة اللاعبين المحترفين يرجعوا للعب في بعد الإصابات بعد إصلاح الغضروف الهلالي بعد 6 أشهر من جراحة المنظار هذا. هذه العمليات يجريها فريق من المختصين بالطب الرياضي، حيث يعمل 3 منهم بمستشفى المواساة بالخبر لإجراء مناظير الركبة والكتف والكاحل ودون الحاجة للمكوث فترة طويلة بالمستشفى. لبرنامج صباح الخير يا عرب، معالي راضي، الخبر.